What does the nervous system do? Primitive organisms respond to threats by reflex withdrawal and explore their environment through goal-directed activities. They sense and respond to their internal environment in order to maintain. طب بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ تعالى ناكل وبعدين نبقى نكمل بقى اللي احنا بنعمله ده. طب هخلص الجزء ده بس. لا 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 كفايه كده نيرفس سيستم وخلينا شويه في الدايجستيف الله يبارك لك. ماشي يا ست. أول مرة أعرف إنك بتعز الجهاز الهضمي كده. ده أهم جهاز في جسم الإنسان لازم أعزه طبعا. المعلومة دي ترجعك سنة أولى تاني، لأن أهم جهاز في الجسم هو الجهاز العصبي، وهو المسؤول عن كل النشاط اللي احنا بنعمله بما فيهم إحساسنا بالجوع. بهزر، بهزر والله العظيم، أنت على طول واخد كل حاجة قفش كده؟ طبعا، أنا عايزك تنجح يعني. أنت عارفة كمان إن الجهاز العصبي مسؤول عن إحساسنا بالحب؟ عارفة، وعارفة إن المخ بيفرز هرمون السيروتونين اللي بيحسس الإنسان بالسعادة والراحة. طب أنت عارفة كل حاجة. أمال يا ابني أنا جامدة جدا. بطلت أكل ليه؟ وأنا لو قلتلك إن أنا بحس بالراحة لما بكون معاكي تقريبا كده يعني هرمون السعادة عندي بيبقى في أعلى معدلاته، هتصدقيني؟ مش فاهمة قصدك. أنا بحبك، بحبك من ساعة ما شفتك. أنا عارف إن ظروفي صعبة وعارف إن أنا لسه قدامي كلية وجيش وكل ده، بس أنا يعني مش عارف أشيل الكلمة دي في قلب أكتر من كده. ونفسي أعرف أنت كمان بتحبيني؟ خلاص بقى خلاص. شوف يا فرحات، في رجال أعمال كتير بيحبوا الفشخرة وبيحبوا يظهروا في المجتمع ويتباهوا باللي حققوه قدام الناس. أنا بقى غير كده خالص. أنا طول عمري معتزل للحياة العامة، عامل زي أمريكا كده، كانت في أول 100 سنة شايلة إيديها عن العالم خالص ومريحة دماغها، ساعتها كانت في أقوى حالتها، ولما ابتدت تتدخل وتساعد ابتدت تنهار. فهمت؟ بس سعادتك عارف يا باشا ان المساعدات اللي بتقدمها امريكا للدول دي مش لوجه الله؟ طبعا مش لوجه الله. انت لما بتساعد حد محتاج بتخليه يستسلم لك، وطول ما انت بتساعده هيفضل محتاج لك، لكن لو قطعت عنه المساعده دي هيعافر ويجتهد لحد ما يحقق نفسه، وساعتها بقى ممكن يبقى اغنى واقوى منك انت شخصيا. بس ممكن يا باشا ما يقدرش يحقق ولا حاجه ويموت من الجوع. يبقى ارتاح. لما تموت من الجوع أحسن ما تعيش طول عمرك شحات. أنا كنت من أسرة فقيرة جدا وما كناش لاقيين ناكل، ولما سافرت أمريكا قعدت أكتر من سنة أكل من الزبالة، وفضلت أعافر وأجتهد لحد ما حققت كل اللي أنت شايفه ده. الله يا باشا الله، قصة كفاح عظيمة. أنا ليا صديق صحفي أمنية حياته إن يكتب قصة كفاحك يا باشا. وعايز يكتبها ليه؟ نموذج يا باشا، نموذج للشباب، نموذج للإصرار، للعزيمة، للنجاح. مش هستفيد منها بحاجة. أنا شايف إن كل واحد هو اللي بيكتب قصته بنفسه، وكل قصة وليها ظروفها المختلفة عن التانية. ده فضل الشنجيدي، دي حكايته اللي لا يمكن تتكرر أبدا. يا فندم، بعد إذن حضرتك. ألو؟ ايوه حاضر حاضر، دكتور مراد حلمي يا باشا. اه صحيح، ده قال انه جاي. طب خليهم يدخلوا الصالون. ثانك يو. اهلا اهلا يا دكتور مراد. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا فاضل؟ الله يسلمك. بص بقى، أنا آسف جدا إن جاي لك في وقت متأخر زي ده. لا إزاي، ما تقولش كده، أنت تشرف في أي وقت، اتفضل اتفضل. أنا على فكرة ما بنامش قبل 5 الصبح، وبكون على مكتبي الساعة 9 بالظبط. ربنا يقويك يا فاضل. شوف، أنا واقع وقع ما يعلم بها إلا ربنا. أنا مقدر طبعا، بس أنا استغربت قوي إن أنت قبلت المنصب ده. أنت أقل حاجة وزير صحة. أكيد ضغطوا عليك لحد ما وافقت. بصراحة أنا كمان كان جوايا رغبة أعمل حاجة للبلد. بس لما دخلت ولمست بإيدي
لقيت الحكاية غاية في السوق. المنظومة كلها غلط يا مراد. لا الدكاترة بيرحموا العيانين، ولا العيانين بيرحموا الدكاترة، ولا الإعلام بيرحم المسؤولين، ولا المسؤولين راضين عن اللي هم بيعملوه. يعني باختصار كده كلنا بنقطع في بعض وبنزعق، والنتيجة إننا عمرنا ما هنعمل حاجة عليها القيمة. والضحية هو المريض الغلبان اللي مش قادر ياخد أقل حق من حقوقه. مش هو لوحده اللي ضحية يا مراد، إحنا كلنا ضحايا. يعني أنت مثلا بتتعب وترهق نفسك وبتحاول تعمل اللي عليك وزيادة، ومع ذلك مش قادر تحقق اللي أنت عايزه. والدكتور الغلبان اللي بياخد ملاليم ومطالب إنه يعالج 1000 مريض في اليوم برضه ضحية. المهم سيبك وأمرني. ما جاي لك ومتعشم فيك خير إنك تساعدني، ده لو في مقدورك طبعا. فاضل أنا عندي نقص حاد في الأدوية. المريض بيجي المستشفى وأنا عارف مرضه وعارف علاجه ومتكتف، مش قادر أعمل له أي حاجة. عشان كده جاي لك عشان تساعدني. طب ما إحنا بنورد للوزارة الطلبيات اللي بتطلبها. خليهم يرفعوا الطلبيات دي شوية وإحنا نحاول نوفرها لك. لا 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 لا، بقول لك إيه؟ سيبك من الوزارة. أنا مشيت معاهم في كل الطرق دي، ما وصلتش معاهم لأي نتيجة. شوف يا مراد، الأمور دي عمرها ما تتحل بشكل شخصي. إحنا عدد سكاننا حوالي 100 مليون. عندنا 17 مليون مصابين بفيروس سي، و5 مليون مصابين بفيروس بي، وعندنا 19 مليون مصابين بمرض السكر. يعني الأعداد الكبيرة والضخمة دي لا يمكن هتتحل بشكل فردي. بقول لك يا فاضل، أهي نوايا تسند الزير. وبعدين أنا كلمت كل أصحابي اللي زيك كده اللي عندهم شركات استيراد الأدوية، ووعدوا إن هم هيساعدوني. وأنا عمري ما هتأخر عنك أبداً. أنت عارف تقديري ليك وإيماني بيك قد إيه من زمان. طالما الحكاية كده بقى، اتفضل. دي الطلبيات اللي أنا عايزها بشكل فوري. ماشي يا سيدي. آه بس أنا ما أقدرش أوعدك إن أنا هوفر الطلبيات دي كلها. بس أنا هساعدك على قد ما أقدر. أكون متشكر جدا يا فاضل. يا راجل ما تقولش كده. بس تعالى بقى هنا. أنت خدتني في دوكا يعني وما قلتليش. أخبار الدكتورة فاتن إيه؟ كويسة الحمد لله. والبنوتة الصغيرة في سنة كام دلوقتي؟ دلوقتي يا سيدي في 5 طب. فاضل لها سنتين وأخلص أنا بقى. يا مراد، السنين بتجري بسرعة قوي. طب بص بقى، أول ما تخلص كلية على طول تجيني وأنا هشغلها في الشغلانة اللي بتحلم بيها. إن شاء الله حتى أفتح لها مستشفى مخصوص على حسابي. متشكر أوي يا فاضل.